أنا اسمي مهند هذيل، كنت أمثل دور علي بالفيلم. لما قرأت السكريبت أول مرة حسيت أنه أنا الشيء اللي بقرأه أنا شفته، وبالفعل هو قصة مقتبسة من واقع مر نحن بشكل عام، سواء عرب أو غير عرب أو أجانب، عايشين هذه المأساة. كانت يعني واقعية القصة كانت سبب من أسباب سهولة ربط النص بتهيئي للدور. من خلال تحضيري لدور شخصية علي، وجدت أني بدأت فيه هو كشخص، أنه أحل شخصيته كيف ممكن يكون وشو مميزات شخصيته. وجدت أنه شخصية قيادية، عنده الفريق اللي بيشتغل تحتي وبنسق الأمور كلها، صارم نوعا ما، عنده هدف. لكن شخصية علي بالفيلم طبعا بلا رحمة، في قساوة جدا لدرجة أنه كان يرفص المرة اللي كانت تيجي تطلب منه تسأله وين أهلي، وين فلان، وين علان. كان جدا قاسي بلا رحمة، لكن ما كان يهمه، المهم أنه هو عمل فلوسه. بالفعل القصة تلمس واقع حقيقي نعيشه، ما فيها أي زيادة، ما فيها أي تمثيل، ما فيها مبالغة. والموقف الثاني اللي أنا كنت فيه جالس على الشط، وجاءت إحدى المهاجرات اللي كانت مضيعة حدا من أهلها، طفل صغير وأخوها وأختها، وبدأت تصرخ وتبكي ومبللة ومنظرها جدا مأساوي. مع ذلك قساوة قلب علي دفعها، حتى انها يعني انه لدرجة انه هو لا مبالي، يعني ما بيهتم بأي حد، اللهم نفسي. هذا الشيء موجود، وللأسف يعني الشيء اللي أثر فيني أكثر شيء هو كيف انفصال العائلة، مجبرين انفصلت العائلة بشكل يعني إجباري غصبا عنه. صارت الأم في جهة والأخ في جهة والابن بعيد عن أمه، جدا الوضع كان محزن، فهذا الشيء أثر فيني.